بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنسأل الأم قرولي قرانا يتما بأنه أمسلم ولا تمسلم تخصت يستعدي الشهر ذاتي مبارك اللي كان شهر رمضان هذا سيجاد أي هي أي ينس باشا الدوري أتي دوري درك رمضان مع داغية الحال تفولكين باش كيسي فوق إن شاء الله سلغلت داك كيسي فوق إن شاء الله تبارك وتعالى سيات النتيجة اللي سردون ربي تبارك وتعالى. نشر بأنه زغ المسائل هما اللي سيخصا مسلم إما هذا سنتي يستعد داك سنتي يستعد دي رمضان هو صيام شهر شعبان أي زوم كراس يوفا الشهر ذاتين شعبان اللي كان ينشهر يخيرني ينشهر لي فضل ربي تبارك وتعالى اللي كان الباب من رمضان. يعني شعبان اتي دي السفوغ رمضان، فلذلك يكسر ربي تبارك وتعالى الفضل قدن النبي صلى الله عليه وسلم كاتين استغل الشهر دهاتي باش كيس يستعد باش كيس يجادي شهر رمضان. يشكد الحديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وركز غير تزوم تخيران الشهر غير اللي تزوم شهر شعبان. علاش يا رسول الله الا غتسيت زغوزوم شهر شعبان؟ الناس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس ترفع فيه الاعمال الى الله تبارك وتعالى، فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. الناس هن شعبان يجين شهر يعظم الغدر ربي تبارك وتعالى ليلا نجي الرجب رمضان عرف لا استغفال من باهرة يقود ما فلاس يغفل العباد د ارجستو يرفع عند الاعمال ربي تبارك وتعالى اعمال وسكاس كلو اللي سكان اللي سكان يسمي ارقي يرفع عند صدر ربي تبارك وتعالى الشهر ذاتي اللي كان شهر شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابية دي الناس حبيغ باشا اي ترفع العمل نو ربي تبارك وتعالى يلغ الحال تاد هاتي اللي هي الحاله نص الصيام هادي لي فوزوم هادي لي في الصيام ساعه اللي ترفع العمل صدر ربي تبارك وتعالى. فزرت يا يتما من كتني كرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان القدوه النغد اللي كان الاسوه النغد من كتني كصلى الله عليه وسلم اريد تستغل الشهر ذاتي اللي كان شهر شعبان اللي غير الفضل ذاتي اللي فات تغفل مدن باشا اكيس يا زوم دباشا اكيس لي في الحال تادي يحب ربي تبارك وتعالى ساعه اللي ترفع العمل صدر ربي تبارك وتعالى. الحديث هذا رجس نسفايد من نوت الفوائد يعظمنا يتما الفائده يزورن انه المسلم خصها يستغل المواسم البلايص الاماكن الازمنه اللي فات تغفل مدن كله ينختل الغفلت يخص المسلم اما غيكيس يذكر ربي تبارك وتعالى. زد ومثال السوق ساعتنا الا الانسان خص السوق اللي غتيشغل مدنس التجاره تشغل مدنس الدونيت تشغل مدنس المتاع الدونيت الشهوات نزل الملذات نس يخص المسلم اما غيذكر ربي تبارك وتعالى غير الحال تناتين غير اللي كان في النبي صلى الله عليه وسلم انه انني الذكر يغيكشم السوق ادار ستي لي لاجري عظم. المقصود دارنا غايت ما هو انه شعبان يان الشهر يعظم يان الشهر يخير اللي فات تغفال مدن وراث باهر استغلان. النبي صلى الله عليه وسلم كاتين ارباه رئيسي الطزوم وقارن غيك اللي الطزوم خيرا الشهر يضنا بلا رمضان. ان امنا عائشه ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان. هنو الجزر النبي صلى الله عليه وسلم يزوم يان الشهر يكمل مع دا رمضان وما رايته اكثر صياما منه في شعبان. ده هنو الزريغ النبي صلى الله عليه وسلم للطزوم كران الشهر او لا للطزوم زخ كران الشهر وقارن غير اللي الطزوم زخ شهر شعبان. بمعنى ارتطزم النبي صلى الله عليه وسلم الا قليلا يدرس ما قيس تفضل النبي صلى الله عليه وسلم. دارتني امنا عائشه كذلك غير الحديث يضنا انه النبي صلى الله عليه وسلم ارتطزم شعبان اري غنى نرسل يفضل داري تفضل اري غنى نرسل يزوم. المقصود انه النبي صلى الله عليه وسلم يتما اري السيقات زغوزوم غرام شهر شعبان لانه يان الشهر يعظم يان الشهر اللي غطي يرفع عن الاعمال نربي تبارك وتعالى فلست يعرض الاعمال اسم جان سبحانه وتعالى. فامسلم يخصها تيما غير الحالتان اللي غريت يعرض العمل في ربي سبحانه وتعالى اي لي فئه الحال اللي حب ربي وهو حاله الصيام حاله وزوم. الامراض هاتي يا يتما هي مهم باهره
باش مسلم يستعد رمضان، لانه النفس ارتهيئ رمضان ارتميار وزوم ورادي التشكى وزوم من رمضان يكشمت فلاس على غفله غير اللي تجروني العداد ندن ارتين التفات اردي التشكى رمضان واسكى رمضان عاد ارتين التفات اري الضرر انكرر سوليت اللي يخص مسلم تيديا في رمضان اميار وزوم اميار العباده اميار الطاعه افلاس وريت تقل رمضان وكذلك غير اللي تتقال فيها العداد ندن اللي نتمنى ديك اللي نزرى انه يغيك شم رمضان اردرس زراي تقريبا 10 ايام يزورن يلاه يما غد دو غيون سبشا اي ميا رمضان ارتين قاو غيو اري رمي اري ترخا اركدا يعني يلاه 10 ايام نرد يسي ترى لقينا نص رمضان ارست ضيع 10 ايام كلت يزورن رمضان غوالو ارتين تفاد وري الزلطه زليت يسفولكيت وري السيجات